الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من جمالك. كل سنه وكل ام طيبه. خلاص احنا داخلين على عيد الام. مراحل تطور العلاج زمان للبشره والشعر كانت مختلفه عن دلوقتي. يعني ايه؟ يعني زمان كان ممكن ناخد وقت طويل على ما نوصل لنتيجه، لكن دلوقتي كل حاجه بقت بسرعه جدا زي رتم الحياه كده. عايزه تنزلي شغلك وانتي جميله، عايزه يبقى في وشك نضاره، عايزه يبقى شعرك حلو، عايزه يبقى جسمك حلو، كل حاجه بقت سهله حتى لو ما عندكيش وقت مع رتم الحياه ده. خلونا نعرف كل حاجه في عالم جمال البشره والشعر وكمان الجسم مع ضيفتي الجميله دكتوره ميرا سميح، اخصائي الجلديه والليزر بعيادات اورا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا رانيا، عامله ايه؟ انا كويسه، كويسه جدا. كل سنه وكل ام طيبه. كل سنه وانتي طيبه. خلاص عيد الام قرب. خلاص شهر مارس ده بنعتبره كله من اوله لاخره مكرس للام، يعني من اول يوم بنبتدي كل واحد يفتكر ان واحد يا شهر 3/21/3 ده يوم مهم جدا في حياتنا كلنا، إيه؟ علشان ماما، علشان اختي، علشان بنتي، علشان كل حاجه. نسيتي حماتي. حماتي حاجه مهمه جدا. طيب بما ان احنا يعني كل ام وكل حما وكل يعني واحده بنوته بتتفرج علينا دلوقتي، احنا عايزين نشجعهم بمناسبه عيد الام، اللي عايزه تقدم هديه لمامتها واللي عايزه تقدم هديه لحماتها واللي عايزه تشجع اي حتى لو اختك ان انت تعملي حاجه جميله، تقولي لنا عيادات اورا عشان انتوا دايما شعاركم جمالك من ذهب، فمادام جمالك من ذهب لازم تشجعينا. بصي احنا عاملين عروض المره دي مختلفه عن اي عروض عملناها قبل كده، يعني عيد الام السنه دي فعلا في اورا مميز جدا. نفسي ان كل ام ما تفوتش المناسبه دي، كل بنت عايزه تهادي مامتها، كل واحده عايزه تهادي اختها، حماتها، كل زوج عايز يهادي زوجته. في عروض السنه دي فعلا في اورا حلوه جدا على كل الجلسات. عايزه اقول لك ان احنا عاملين اوفرز على كل الخدمات اللي موجوده في العياده. جلسات الفيلر عليها جلسات تانية مجانا، غير ان سرنجة الفيلر فيها تخفيض واصل لقرب يعني تقريبا حوالي 1000 جنيه. البوتوكس، جهاز الهايفو، جلسة الهايفو سعرها نزل النص، يعني جلسة الهايفو بتاع الوش سعرها عليه خصم 50%. جلسات الشعر احنا عاملين جلسات ليكي وجلسات لماما، يعني لو هتيجي تاخدي كورس الجلسات هنحاسب، يعني البنت بيبقى ليها حساب والام حسابها هيكون مجانا على العياده. وحتى بصي طب والحما طبعا. والحما طبعا. اوكي. بيصعب عليا جدا ان الامهات في كل مرحله من حياتهم اللي كانت لسه مامي جديده، انا من كام شهر كنت مهتميه بنفسي ببشرتي، ما كنتش عايشه الحاجه غير اللي جمالي. فجاه واحده انا بقيت ماما مسؤوله عن طفل صغير، ببص في المرايه ومفيش نضاره وبصحى في المرايه بدري. انا سني صغير، يعني انا لسه في مرحله مثلا ال30، بس انا ببص حاسه ان انا كاني كبرت 10 سنين. طب انا سني يعني اتلخمت في الحياه ومع الاولاد وكده، بعدين فجاه واحده ببص لقيت العمر جري بيا وانا بدات التجاعيد كلها تحفر معايا. كل الحاجات دي معايا دلوقتي عليها عروض واصله ل 50% خصومات. نكلم الكول سنتر وهنعرف كل التخفيضات دي. اوكي، نمر الكول سنتر قدامكم على الشاشه. كمان مش محتاجه افكركم بالبيج بتاعتنا مع اورا جمالك دايما من ذهب، ومن خلال برضو البيج دي بتقدروا تعرفوا كل العروض وبتقدروا برضو تبعتوا الأسئلة بتاعتكم. دي البيج بتاعتنا جمالك من ذهب مع أورا. طبعا برضو لو تحبوا تشاركونا الحلقة احنا طبعا هنبقى مبسوطين جدا. تبعتوا الأسئلة ودكتورة ميرا معانا هتجاوب على الأسئلة دي. دكتور عايزة أسألك في الأول على أول مشكلة بتقابل يعني سيدات كتير، هي مرحلة الجفون وترهل الجفون بتاعت العين، بما ان العين دي من علامات الجمال اللي بتبقى يعني موجودة في الست وغنوا للعيون دايما. زمان كانت الجراحة هي الحل الوحيد ان احنا نشيل الكرمشة اللي فوق العين، دلوقتي بقى في تطور وبقى في خيوط وبقى في حاجات تانية. تقول لنا يعني اذا كان في عيوب للموضوع ده ولا مفيش وجع، وايه الجديد كمان في عيادات اورا؟ بصي احنا ممكن نقف قدام المرايه نرسم في عينينا علشان نظبطها اكتر من ساعه علشان بس اخرج بيها شكلها مظبوط. مع وقت معين ببص الاقي نفسي وانا بحط الميك اب انا بدا يبقى فيه كرمشه، مش عارفه احط الميك اب بتاعي. الشكوى دي بسمعها كتير جدا. انا زمان ما كانش عندي الجلد الزياده ده، كان الحل الوحيد زمان لمنطقه الجفون سواء الجفن العلوي او الجفن السفلي هو الجراحه. أوكي. طبعا الجراحه هي في بعض الحالات بتكون هي الحل الامثل، بس برضو انا سني صغير، انا لسه عندي 30 سنه، انا بحط ميك اب كتير، بنام بميك اب. برضو خلي بالك هو ترهل الجفون نتيجه العادات الغلط اللي احنا بدانا نتبعها. انا ممكن بنام بميك اب مش بشيله كويس، بحط ميك اب مش النوع اللي مش مناسب لبشرتي.
كل الكلام ده بيبتدي يعمل ترهل في الجفن. تمام. كان الحل زمان ان انا هعمل جراحه، ان انا بعمل فتحه صغيره خالص وبشتغل، بس في النهايه عمليه بقعد في البيت بعديها فتره وقبليها بفتره، في تورمات في كل حاجه. الجديد دلوقتي في عالم التجميل ان هو كل يوم بيفاجئنا باجهزه ما كانتش تخطر في بال حد، يعني دلوقتي موجود جهاز هايل جدا. انا من اكتر الاجهزه اللي انا فعلا بحبها ونتائجه بتكون مرضيه بشكل كبير جدا هو جهاز الجود بلازما. الجود بلازما ده الجهاز السحري اللي دايما نتكلم عليه وبنقول ان يعني ما بنرجعش تاني نفس الموضوع ده غير بعد فتره طويله. بعد فتره طويله بتوصل لخمس سنين. انت متخيله يا رانيا ان انا كنت الحل الوحيد ان انا هعمل عمليه، دلوقتي انا في 10 دقائق او ربع ساعه جوه العياده هدخل واخرج، يعني انا بروح. ده الجهاز، الفيديو ده بيورينا الجهاز بالظبط. هو انا بنحط كريم بنج موضعي وبعدين ببتدي اشتغل بالجهاز. فكره الجهاز ايه؟ ان هو الليزر بيطلع نقط صغيره دي. النقط دي بتبتدي ان هي بيعمل زي بيشيل الجلد الزياده ده بالحراره دي كده. النقط دي بالظبط بتبقى نقط خفيفه خالص، نقط بني خفيفه خالص. الحلو كمان ان انا بدات دلوقتي بقى في تقنيات جديده. يعني ده بديل الجراحه ومن غير الم ومن غير اي حاجه. عايزه اقول لك كمان يا رانيا ان الموجود دلوقتي احدث جهاز جود بلازما موجود، لان من تاني يوم انا بقدر انزل اروح شغلي عادي. ممكن نقط بني خفيفه بتكون باينه بتبتدي ان احنا نعالجها لو لبسنا نظاره، لو استعملنا سانت لوك في سنه لون بسيطه هقدر اتغلب على المشكله دي. لان بتقعد قد ايه بقى النقط دي؟ يعني من خمس ايام لاسبوع. بتتقشر بقى وبتقع وخلاص والمنطقه دي بتتشد. بتتشد تماما. احنا معانا صور. انت متخيله ان انا الجفن كان بالشكل ده بقى كده في ربع ساعه جوه العياده؟ يعني انا ما رحتش قصتيها بالظبط. هو بيعمل زي انكماش للجلد بالحراره، فطبعا تقنيه عاليه جدا. الجهاز كمان مساعدني جدا لان هو ما بيعملش اي نوع من انواع الالتهاب ولا الغمقان ولا اي مشكله من المشاكل اللي كانت بتواجهنا زمان. في هنا الحاله برضو اللي كانت معانا الصوره دي الشكل بيتغير تماما. لكن انا على ما ارجع تاني اعمل الجت بلازما باخد وقت مثلا قولي ايه 10 سنين مثلا؟ نقدر نقول على حسب السن. لو انا سني صغير ممكن توصل ل 10 سنين، لو انا في مرحله متقدمه شويه يبقى كل خمس سنين. طب لكن الخيوط اللي بتتعمل فوق عشان تشد الجفون؟ بصي الخيوط دي قصه ثانيه. الخيوط لو انا عندي ترهل جامد في الجبهه نفسها والحواجب نفسها واقعه والبوتوكس ما عرفش يحل المشكله دي، لكن برضو الخيوط ما كانتش بتعرف تشد لي الجلد الزياده اللي في الجفن نفسه. يعني الخيوط ممتازه بس في حالات معينه. الجود بلازما جه حل لي كل المشاكل دي. وعايز اقول لك كمان الانتفاخات اللي تحت العين، الخطوط الرفيعه اللي تحت العين بيعالج لي كل مشاكل منطقه العين دي، بيرسمها من اول وجديد. اوكي. جود بلازما عليه اوفرز حلوه جدا برضو في عيد الام. نكلم كول سنتر ونعرف الاوفرز اللي عليه. والله عظيم عيد الام ده هيظبطنا. طيب انا هتكلم دلوقتي عن موضوع التجاعيد. طبعا التجاعيد دلوقتي ما بقاش ليها سن معين وبتبتدي في فتره ممكن من العشرينات او الثلاثينات حسب بقى العادات بقى السيئه وكمان الناس اللي بتشرب سجاير وكده. التجاعيد البسيطه دي كنا دايما عارفين ان احنا حلها هو البوتوكس او الفيلر او الخيوط. ايه بقى الجديد في عالم الجمال موجود في عيادات اورا اللي دلوقتي انا اقدر استعمله وفي 10 دقايق يظبطني؟ بالظبط. انا دايما بقول يعني انت بنروح مثلا الستات دايما مهتمه بجمالها في كل حاجه، انا ممكن اقف احط ميك اب في ساعه وبعد كده مفيش على ما الايفنت يخلص او كده انا هرجع للشكل بتاعي تاني. انت في العياده في نص ساعه هتغيري شكلك لمده سنه قدام. أوكي. انا مش هبقى محتاجه لا بعد كده ان انا اقف اظبط اخبي تجاعيد ولا اخبي تصبغات ولا اي مشكله خالص. خلينا نقول ان البوتوكس والفيلر زمان مش حكايه، ان طبعا ظهر حاجات كثيره جدا وبدائل ليهم، بس حتى عايز اقول لك ان تقنيه الحقن البوتوكس والفيلر نفسها اتغيرت جدا. اتغيرت. عن زمان نقط الحقن نفسها والطريقه نفسها، عشان كده زمان كانت الناس بتبقى خايفه انا مش عايزه اطلع حواجبي عامله زي مرسومه كاني حد شرير. انا مش عايزه اخرج ابقى مش عارفه احرك. لا كل الكلام ده اتغير، كل العلم ده ظهر حاجات جديده احدث. بنسافر وبنروح مؤتمرات وبنحضر علشان نوصل لاحدث الطرق. دلوقتي البوتوكس بيبتدي يعالج لي منطقه الجبهه. البوتوكس مفيش حاجه بتغني قوي عنه بالظبط، بس هو بيغير الشكل تماما. ايه ده مش غير بس الشكل، انت غير الخيوط الخطوط اسفه ان هي ما بقتش موجوده، انا شايفه لمعان، شايفه الجبهه لما اتشدت بدا يديني نضاره. غير كده شكل الحاجب مرسوم بشكل طبيعي جدا. فانا انت متخيله في 10 دقائق انا صغرت السن قد ايه؟ يعني أوكي. انا صغرت فتره طويله جدا. الفيلرز كذلك. الفيلر انا دلوقتي بقدر هنا الفيلر ببتدي ان انا برضو اداري بيه التجاعيد بتاع الماريونيت لاين، خطين اللي جنب الفم ابتدي احدد بيه الفك علشان البنات اللي عايزه ترسم. زمان ما كانش عندي كل التقنيات دي، يعني البنات اللي كانت عايزه ترسم الفك عندها ما كانش قدامي مثلا حل غير ان انا ابتدي احقن. بصي هنا الشفايف
فالتقنيه نفسها، المواد نفسها يا رانيا، يعني حتى الفيلر دلوقتي اللي احنا بنستخدمه كلها مواد طبيعيه جدا علشان الناس اللي قلقانه. هنا برضو انا بحدد منطقه الفك وبشيل يعني بخبي تماما منطقه الرقبه. هو ما كانش فيه فك اصلا في الصوره اللي هي بيفور، انا مش شايفه ان في فك. الكونتور اللي انا بقف اظبطه بكتير هنا جدا. هنا استعملتي ايه يعني في فيلر. في ان انا اعمل كونتورنج ده فيلر. بصي عيادات قرى موجوده عندي كل انواع الفيلر بكل التركيزات بتاعته، بحيث ان انا عايزه اعمل حاجه تقعد معايا فتره طويله وتكون تقيله ينفع احقنها على العظم. عشان كده بقول لك حتى التقنيه نفسها اختلفت. يعني زمان ما كانش عندي الحل بتاع ان انا ارسم الفك ده غير برضو بالجراحه. دلوقتي لا، انا في 10 دقائق جوه العياده هرسم الفك وهرسم الزاويه بتاعه الفك من هنا وهتقعد معايا حوالي سنه. اوكي، ايه تاني غير الفيلر والبوتوكس اللي انا بعالج بيه التجاعيد وبرده الفيلر بيديني نضاره والبوتوكس برده؟ إيه ممكن استخدم جهاز الهايفو. أوكي. جهاز الهاي انتنسيتي فوكس الترا ساوند ده جهاز طبعا ان انا يكون عندي بديل بمجرد جهاز سونار من غير ليزر من غير حراره من غير اي حاجه خالص. انا بعمل جلسه وبنزل تاني يوم، دي تطور كبير جدا. جهاز الهايفو بيعمل ايه؟ بيبتدي ان هو يشتغل على 3 مستويات، بيشتغل على العضلات بتاعت الوش يشدها، بيشتغل على طبقه البروتينز اللي موجوده في الوش، الكولاجين والالاستين اللي مسؤوله عن شد البشره، بيبتدي يشتغل على الفاين لاينز التجاعيد الخفيفه خالص. لو انا سني صغير بعمل جلسه واحده بس وبقعد بحتاج اكررها كل 6 شهور، لو مرحله متقدمه شويه ممكن بعمل جلسه كل 3 شهور. فجهاز الهايفو بقى بديل في بعض الحالات عن الفيلر. اوكي، لو انا عندي مشكله ان انا بدا يبقى عندي تجاعيد وانا عايزه اشوف ريزلت سريعه جدا ومش عايزه اخد كل الشكشكه بتاعت الفيلرز دي، انا ممكن اعمل خيوط. اوكي، ابتدي ان انا اشتغل بالخيوط بحدد بيها الفك وبشيل كل التجاعيد دي. كان معانا صور برضو لو هنشوفها مع بعض. فكل التقنيات دي بدات ان هي تديني نتيجه اسرع جدا في خلال، يعني نقدر نقول ان احنا بنخرج بشكل بندخل بشكل وبنخرج فعلا بشكل تاني. لكن كل تقنيه اكيد مش يعني انا مثلا في سن 30 مش هتستعملي لي التقنيه اللي في سن ال 40 او اللي في سن ال 50. كل سن وكل بشره وكل مشكله بيبقى ليها تقنيه معينه، مش انا اللي بحدد بقى المريض لكن الدكتور هو اللي بيحدد. دايما بقول ما نجيش نقول انا عايزه اعمل كذا، لا انا على حسب الحاله. هنا حالة كان عندها مشكلة ان هي ترهل، بدأ يبقى شكل الوش نفسه فيه ترهل جامد، عملنا خيوط مش بس شدينا البشرة احنا كمان ادينا نضارة. الخيط طول ما هو موجود بيبتدي ان هو يحفز الكولاجين. دي جلسة هايفو. دي ايه ده؟ دلوقتي مشهور جدا عمليات التكميم، فبنزل في فترة قصيرة جدا وزن كبير فبيبتدي يحصل تهدل. عملت جلسة هايفو واحدة بس، هي سنها صغير فخايفة بتقولي لا انا مش عايزة ابدأ موضوع الحقن من دلوقتي. بقى عندي بديل تاني، دلوقتي بقى عندي بدائل لكل حاجة، يعني على حسب كل حالة وعلى حسب. والحلو ان انا كل حاجة موجودة في العيادة، يعني انا ده المناسب ليا، ده كل حاجة بنختار على حسب المرحلة العمرية. طيب انا هسيب التجاعيد واتكلمنا عن البوتوكس والفيلر وكمان الخيوط وهنروح لموضوع التصبغات. التصبغات الجلدية موضوع بيهم كل ست، خصوصا بقى الناس اللي بيحصل لها، عارفة، كلف الحمل واللي بتتعرض للشمس وكل الأم بعد سن معين خلاص. فأجمل حاجة ان احنا نضيع التصبغات دي ونوحد لون البشرة بعد المرحلة العمرية دي، يعني دي هدية جميلة على فكرة. ايه الطرق الجديدة اللي موجودة يعني ما كناش بنستعملها زمان زي الماسكات والحاجات دي، ايه الجديد بقى؟ انا عندي تصبغات معينه، يا اما تصبغات نتيجه تعرض للشمس، فدي بتبقى تصبغات سطحيه بيكون حلها بسيط جدا في جلسه واحده. بعمل تقشير بتقشير على حسب بقى درجه البشره، انا درجه غامقه ولا درجه فاتحه، طب درجه التصبغ نفسها ببتدي اعمل. يعني هنا الجلسه دي انا شفت وصلت للنتيجه دي بعد تاني جلسه. أوكي. كان عندي تصبغات عنيفة جدا، عملت جلستين كان فاصل ما بينهم اسبوعين وصلت للشكل ده. لو عندي تصبغات نتيجة ان وحمة او نمش او كل الكلام ده ابتدي استخدم جهاز الكيو سويتش المعالج للتصبغات. أوكي. فعلى حسب انا جاي يعني انهي مرحلة، المهم ان انا اشخص مظبوط. بس الكيو سويتش ليزر دوت بيستخدم، ده علاج بالليزر مش كده؟ بالظبط. يعني وقتي التصبغات او النقط دي بتروح من الوش؟ بشوف نتيجة بعد اول جلسة بتوصل لنسبة حوالي 30% او 50% على حسب. ده بستخدمه بالاكتر لو انا عندي النمش، البنات اللي بيبقى عندها نمش ومضايقها شوية ومش عارفة تشيله، لو انا عندي الوحمة، الناس بيبقى عندها وحمات في وشها. لا، وفي نقط بتظهر على بقع في الجلد وفي جلد البشرة وجلد كمان الايدين بعد سن معين، فبتهيالي دي برضو بتكون مناسبه جدا بالكيو سويتش.
طيب نروح لموضوع مهم جدا، والموضوع ده طبعا يعني السن والرقبة أكتر منطقة ما تقدريش تخبي فيها السن، ويعني ما بتكدبش. إيه الجديد في علاج منطقة الترهلات بتاعة الرقبة، أو الناس اللي عندها لغد، أو الناس اللي عندها تجاعيد في رقبتها؟ إيه الجديد اللي موجود دلوقتي؟ بصي، أنا أهم حاجة أشخص هو أنا عندي مشكلة ترهل في الجلد نفسه، ولا أنا عندي دبل تشين، يعني عندي دهون، علشان كل حالة بيبقى ليها. والترهل ده ترهل واصل لمرحلة شديدة جدا ولا لسه في البداية؟ لو ترهل وصل ان انا سبت نفسي شوية مع فقدان وزن، فبدأ يبقى عندي، عارفة بيسموه حتى الستات دايما بتيجي تقول لي عرف الديك، عندهم الحتة دي رقيقة خالص ورفيعة خالص زي هنا كده. بالظبط، تدي اعمل خيوط، بس خيوط نوع تاني مخصص للرقبة، غير طبعا نوع الخيوط اللي بستخدمه في الوجه. ابتدي اشوف النتيجة دي. انت متخيلة انا شفت الشكل ده بعد بالظبط اسبوع؟ ايه ده؟ يعني الشكل اختلف تمام، شايفة زاوية الفم نفسها برفعها. ما انا كنت لسه هقول لك انت حاطة حاجة في الوش طبعا. بالظبط، احنا بنرفع بنشد بنعمل كونتور للفك وكونتور. يعني بصي انا الخيوط فكرتها ايه؟ هو بيبقى خيط جراحي زي الخيط رفيع خالص موجود في كانيولا مصمطة، علشان ما يعمليش اي تورمات او اي جروح او اي حاجه. بدخل بنقطه صغيره من ورا الودن، يعني حتى مش باين اي حاجه خالص. ابتدي امشي على خط الفك، بشد بيه كل المنطقه بتاعه الرقبه دي من هنا، يعني بشد المنطقه دي، بشوف النتيجه وقتها. لكن الخيوط اللي انا فهمته منك ان الخيوط اللي هنا غير الخيوط اللي طبعاً هنا، وكل ده بيشد المنطقه دي، بيعمل ليفتنج كده. بيعمل ليفتنج وبيقعد معايا فتره طويله جدا. وعايزه اقول لك يا رانيا، على ما الخيوط تاثيرها بيروح مش برجع تاني لنفس الشكل القديم، لان انا طول فتره الخيط ما هو موجود بيكون حفز لي خلايا البشره نفسها، فبدات تشد نفسها بنفسها تاني. اوكي. لكن لو عندي بقى مشكله اللغد او الدهون، ساعتها مش بينفع معايا حل غير ان انا ببتدي استخدم معايا الهايفو. جهاز الهايفو بيكون مناسب جدا في المرحله دي، ان انا ابتدي اعالج بيه منطقه الدبل تشين، منطقه الدهون اللي بتبقى موجوده في الرقبه هنا، ابتدي استخدم لها جهاز الهايفو خلال جلسه او جلستين ماكسيمم. بتفتتي بقى الدهون دي وبتروح خالص، وبتقدري تعملي كونتورنج. بالظبط. طب بالنسبه للامهات اللي لسه شباب ويا حرام في اوائل الثلاثينات وبرضه بيبقى عندهم ترهل في البشره، ازاي يعني انا اقدر اتدارج الموضوع ده وبسرعه جدا قبل ما الموضوع يستاء بعد كده؟ طيب، هو في حاجه جديده جدا عامله طفره كبيره جدا في علم التجميل، وهو البروفايلو. البروفايلو موجود حاليا في عيادات اورا، احنا ده يعني بدانا نستخدمه على حالات كتيره جدا، النتائج بتاعته كانت مرضيه بشكل كبير جدا، وخاصه للسن الصغير اللي مش عايز يلجا لحقن الفيلر والبوتوكس من بدري. على فكره البروفايلو ده تاني كل مره انا بطلع اقول احلى حاجه يعني حصلت في الحياه اللي اخترع لنا البروفايل، وده لازم نعمل له تمثال. انا بشكر الدكتوره ميرا سميحه اخصائيه جلديه والليزر بعيادات اورا، مع اورا جمالك دايما من ذهب. ما تنسوش يا جماعه عروض عيد الام، كل سنه وكل ام طيبه. هسيبكم دلوقتي مع امنيه طاهر فقره جمالك من الطبيعه، ونشوف امنيه عامله لنا وصفه جميله النهارده ايه هي، وبكره حلقه جديده من جمالك، والى اللقاء.